هل الحديث إلى الذات مرض نفسي؟ وكيف قد يتحول إلى اضطراب عقلي؟ تم تصنيف هذا كمرض نفسي مختصر بكلمتين متلازمة جوسكا. هو نوع من الاضطرابات العقلية التي تؤثر على نفسية الإنسان، فيتم من خلالها خلق أحاديث افتراضية مع العقل، قد تكون إما إيجابية أو سلبية، ولكن أغلب الأفراد المصابين بها لا يفكرون إلا بسلبية، ويتم الحوار مع العقل البشري لساعات، فيمكن ملاحظة انعزال الفرد في مكان ما والشرود بالمواقف، بمعنى يكون بعالم خاص به داخل عقله وأناس يحاورهم ويتناقش معهم وحتى يشعر أنهم يردون عليه، وكله بعقله الباطن، ويبقى ساعات طويلة حتى أكثر من 5 ساعات. وتؤدي الإصابة بمتلازمة جوسكا إلى كتم الأحاديث التي تدور في عقل المصاب بها وعدم مشاركته في مشكلة تصيبه مع الناس أو البوح بها، لأنه يقوم بالفعل بمشاركتها مع العالم الافتراضي الذي خلقه عقله الباطن، مما يؤثر على الأداء المهني والعلاقات الاجتماعية عند المصاب، فيقع ضحية لأفكاره الداخلية ونقاشاته العقلية. من أهم أسباب هذا الاضطراب الإهمال في مرحلة الطفولة من قبل الأهل والقسوة الزائدة في التعامل والنعت بألفاظ غير مرغوبة. من المعروف أي مرض نفسي أو اضطراب يبدأ للشخص من البيئة التي يعيش بها وبالذات الأهل وتأثيراتهم، وقلة العلاقات الاجتماعية التي تجعل الإنسان يشعر بالوحدة، وأسباب قلة العلاقات هي عدم الثقة بالنفس، الخذلان بشتى أنواعه، خذلان صديق أو من الأهل أو من قبل الشخص الذي كان يثق به. ومن بين أعراض هذا المرض النفسي التعرض لاكتئاب شديد، يحدث ضعف أو فقدان الشهية، شحوب البشرة نادرا، خسارة وفقدان الشغف في الحياة، الانطواء على الذات واعتزال العالم، التوهم بالحديث مع أطراف غير موجودة في الواقع، الكره الشديد للمناسبات العائلية والاجتماعية، وكره الذات والتعمق بمواضيع السوداوية، وكذلك عدم الثبات الانفعالي والغضب على أتفه الأسباب والتهرب من واجباته وفقدان الشغف تجاه الأشياء التي يحبها. وكلما قد زاد الوقت تزيد الأعراض سوءا، وقد تؤدي إلى الجنون والغضب الهستيري والإصابة بالانفصام. زيادة الثقة بالنفس بالإضافة إلى التواجد وسط أصدقاء يحبونك ويساعدونك على تعزيز ثقتك بنفسك عن طريق تغيير روتينك اليومي والتعرف على أشخاص جدد وتحفيزك على الحاجات التي تقوم بها. تدوين الأفكار: يمكن لتدوين الأفكار التي تجول بخاطرك على ورق وبشكل يومي أن يساعده على تنظيم أفكاره والسيطرة عليها. يمكن كذلك تدوين الوقائع الجميلة والتي شعر فيها بالحب والمشاكل التي يواجهها مع ذكر التفاصيل والحلم للتي تناسبه، فهذا يؤدي إلى إبعاده عن التشتت. ملء أوقات الفراغ: زوال المتعة والفراغ الكبير الذي قد تصاب به من متلازمة جوسكا يمكن التخلص منه عبر إملاء وقت فراغك سواء برياضة تحبها والخروج، ويفضل مع شخص ترتاح له، الكتابة، القراءة أو الركض والمشي.